تاخد حباية وتقرر تفارق الدنيا، لأنها خلاص ما بقتش رحماها. عايزة تقولي إيه يا نهال؟ الغيب يعلمه الله وحده، ولكن لما بنت تقف قدام مراية وتصور نفسها عريانة وتبعتها وا وا وا، ما كانتش تاخد حباية وتنتحر، لأ بتطفش. انتوا عارفين الكلام ده أكتر من الكل، قلبها وبجاحتها بتخليها تطفش. خلاص أنا اتكشفت هنا، أروح حتة تانية. أما اللي يوصل بنت 17 سنة تنزل تشتري حباية غلة وتموت، أكيد إن هي بريئة. الأهل عليهم دور كبير قوي، مش بس التربية، ولا إن احنا نصرف عليهم نوديهم مدارس ودروس، لأ في دور أكبر بكتير، إن احنا ندعم ولادنا، نحب ولادنا من قلوبنا لكن كمان لازم نحبهم من عقلنا. يعني لما موقف زي كده يحصل لازم يبقى في حوار تاني، حوار مختلف تماما، ما يوصلش للمصيبة اللي في البيت ده. دلوقتي الموضوع مش موضوع صور دلوقتي، خلاص الموضوع موضوع البنت اللي موتت نفسها والأب والأم اللي فقدوا ضناهم. الوجع لما بيحصل، لما ماتت وجعت أهلها، وجعهم فراقها، يبقى من باب أولى مصيبتها كانت تخص بس أهلها. أما إزاي وإحنا بنسكت؟ ده احنا اللي بتطلق يا مؤمن ما بنسيبهاش في حالها، بتطلق. طب ده طلاق. اللي بتتخطب مرة واتنين ما بنعتقهاش، يقولك ده بتتخطب كتير بلاش تروح، ده بابا وامها فيهم وبيهم، ده ما بيجيبوش ما بيعملوش، دول ناس صعبين جدا. انت عارف ابن خالتك فلانه سمع عن فلانه، لا كانت مقابله واحد في القطر، كانت نازله ما اعرفش ايه. كفايه كفايه، ده المريض مننا ما بيترحمش. المريض يقول له ما تروحش لدي، ده عندها سكر، ما تروحش لده عنده ما اعرفش ايه، ونتكلم. بسنت كشفت حالنا ودعتنا ومشيت، سابت لنا احنا بقى الكلام كله. لا عايز يتكلم يتكلم، ولا عايز يتفرج يتفرج، ولا عايز يملى عينيه يملى عينيه. توكلت على الله، راحت لرب كريم ارحم من اي حاجه، ومن كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر.